رياضية جميلة من أرضية هذا الميدان في انطلاقة شوطنا هنا، الشوط الخاص بأيضا الثنايا البكار المحليات الأصايل لأبناء القبائل لمسافتنا هنا 8 كيلومترات على أرضية هذا الميدان بهذه الانطلاقات وبهذه التحديات الصباحية التي نتابعها هنا لمسافة 8 كيلومترات. نسير معكم بالانطلاق، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة شديدة، علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي من ينطلق بشديدة على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني دمعة عبد الله بن ناصر بن خادم النصيري من يأتينا بدمعة على المركز هنا الثاني، بينما ثالث مراكزنا تأتينا مياس إبراهيم بن علي بن شطيط لوهيبي من يقدمها هذا الانطلاق والتحدي الجميل على المركز الثالث. المركز الرابع دمعة حمد بن يعان بن حمد الشامسي يقدم لنا دمعة على المركز الرابع، والمركز الخامس والمنطلقة وعد علي بن سالم بن علي بن خارس لقتبي من يقدمها، بينما سادس مراكزنا من الجانب الآخر تأتي مياسة عبد الله بن خليفة بن جاسب المسافري، وعلى المركز السابع والمتسللة شواهين تأتينا بهذه الانطلاقة والتحدي هنا أو القادمة والمنطلقة روعة هنا لصالح بن محمد بن صالح الحميري من يقدم لنا روعة بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل. من الجانب الآخر شواهين لمنصور بن علي بن خصم لقتبي متسللة على ثامن المراكز، وهناك أرى اسم آخر ميراج مبارك بن سالم بن مبارك بن حريب الشامسي أيضا تتسلل بهذه الانطلاقة، أرى شعار حشيمة هنا مع مياسة سلطان بن سيب بن مبارك بن غويث لقتبي يقدمها في هذه اللحظات بهذا الانطلاق والتحدي الجميل على عاشر المراكز. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضراتكم. خلف المراكز العشرة أيضا أسامي تتواجد بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع شديدة على الصدارة، شديدة على المقدمة وعلى المركز الأول مندفعة من البداية هنا على صدارة هذا الشوط بشعار رئيس الهجانة علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي من يقدمها على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني دمعة لعبد الله بن ناصر بن خادم النصيري هنا قادمة على المركز الثاني، والمركز الثالث تأتينا مياسة لإبراهيم بن علي بن شطيط لوهيبي منطلقة على ثالث المراكز. المركز الرابع تأتي روعة على المركز الرابع صالح بن محمد بن صالح بن علي الحميري، ووعد علي بن سالم بن علي بن خارس الاكتبي يقدمها على المركز الخامس. سادس مراكزنا ميراج مبارك بن سالم بن مبارك بن حريب الشامسي يأتي بميراج على المركز السادس. سادس مراكزنا مياسة سلطان بن سيب بن مبارك بن غويث الاكتبي، وعلى المركز الثامن مياسة عبد الله بن خليفة بن تاسب المسافري من يقدمها على ثامن المراكز. أما المركز التاسع والمنطلقة الحذرة علي بن صبيح بن حمد بن حديد لوهيبي يقدم لنا هنا أيضا هذه الانطلاقة والأداء المميز الجميل. الوصول هناك
نتابع هنا عاشرا شواهين لمنصور بن علي بالخصم الاجتبي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذه الانطلاقات وتحديات هذا الصباح المميز. نعود مشاهدينا الكرام مع ثنايا أبناء القبائل والثمانية كيلومترات والمتابعة عبر دبي ريسنج الناقلة لهذا الحدث المميز في عامنا الخمسين لهذه الدولة أيضا الفتية. نتابع ونسير هنا الانطلاق ونتابع شديد المسيطرة على زمام الأمور. علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي يتابعها مع منتصف المسافة. هنا نقترب من الأربعة كيلومترات على بداية هذه المسيرة وأربعة كيلومترات أخرى على نهايته والفوز والناموس. المركز الثاني المركز الثاني وتأتينا على المركز الثاني هنا مياس الإبراهيم بن علي بن شبيط لهيبي من انتزعت المركز الثاني والمركز الثالث. المنطلقة دمعة عبد الله بن ناصر بن خادم النصيري يقدمها على المركز الثالث. الرابع مراكزنا مياسة سلطان بن سيف بن مبارك بن غويث لجتبي ومن الجانب الآخر هناك من تأتينا على خامس المراكز بانطلاقتي هنا في هذا الأداء المميز. روعة صالح بن محمد بن صالح بن علي الحميري ووعد سادسا هنا لعلي بن سالم بن خارس لجتبي. هنا مضمر العدلة ياتينا بروعة بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل والتحدي. المركز السابع المركز السابع والقادم الحذرة علي بن صبيح بن حمد بن حديد لوهيبي من يقدمها على المركز السابع. أما المركز الثامن المركز الثامن مياسة عبد الله بن خليفة بن جاسم بن مسافري يأتينا بمياسة بهذه الانطلاقة وهذا التحدي. وتاسع مراكزنا وصلت صاع هنا بهذه الانطلاقة والتحديات صعايب ناصر بن مسلم بن سبت لخيلي. وعلى المركز العاشر أول ندى كذلك للشاهنية محمد بن حمد بن سعيد المنصوري. هذه هي العشر المراكز الأولى والأسامي أيضا القادمة لخلف المراكز العشرة أيضا أسامي قادمة أيضا بالتحديات وبالإثارة مشاهدينا الكرام. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق والأداء. ولا زالت شديدة، لا زالت شديدة مع المنعطف الأخير هي المسيطرة على زمام الأمور. هنا التفاف الأخير لهذا المضمار وشديدة علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي من يقدمها على الصدارة. وعلى المركز الأول مياسة، في المركز الثاني إبراهيم بن علي بن شطيط لوهيبي تأتينا على المركز الثاني. وعلى ثالث مراكزنا هنا دمعة عبد الله بن ناصر بن خادم النصيري يقدمها النصيري بهذه الانطلاقة. وصلت مياسة أخرى سلطان بن سيف بن مبارك بن غويث الكتبي على المركز الرابع. تأتي روعة على المركز الخامس هنا صالح بن محمد بن صالح بن علي الحميري من يقدم هذه الانطلاقة وهذا الأداء الجميل. انطلاقة وتحديات هذا الشوط بينما المركز السادس والقدوم في هذه اللحظات على سادس المراكز. هنا المركز السادس القادمة صعايب لناصر بن مسلم بن سبت لخيلي قدم لنا صعايب هنا بعد الثنين كيلومترات. المنصوري يقدم الشاهنية، محمد بن حمد بن سعيد المنصوري يقدم الشاهنية هذا الانطلاق والأداء. هناك تأتينا الوعد علي بن سالم بن خارس الاكتبي قدمها في هذه الانطلاقة على المركز الثامن والمركز التاسع مياسة عبد الله بن خليفة بن
بن جاسم المسافري وشواهين منصور بن علي بالقصوم نكتبي القادمة على المركز العاشر. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى في هذه المسيرة للثمانية كيلومترات والأمطار المتناقصة. هنا كيلو تلو الآخر الصدارة مع مياسة من انطلقت بصدارة هذا الشوط. وبالمركز الأول مياسة إبراهيم بن علي بن شطيط لهيبي أن تنطلق على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني وتأتينا هنا شديدة علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي ومياسة هنا سلطان بن سيف بن مبارك بن غويث لقتبي وصعايب من الجانب الآخر ناصر بن مسلم بن سبت لخيالي وتأتي روعة صالح بن محمد بن صالح الحميري على المركز الخامس. القادمة مياسة عبد الله بن خليفة بن كاسم بن مسافري وهنا القدوم من قبل شاهينية هنا محمد بن حمد بن سعيد المنصوري والمتسلل شواهين لمنصور بن علي بالخصم نكتبي القادمة بهذا الاطلاق مع الكيلومتر الأخير وشعاره أيضا بسبت العفريت قادمة بأول نداء العفريت مبارك بن راشد بن محمد بن سبت الخيالي يقدمها بأول انطلاقة وأول إذاعة تنضم إلى ركب المقدمة. ولكن مياسة المسيطرة على زمام الأمور مياسة على الصدارة وعلى المقدمة القادمة من السلطنة القادمة. هناك أيضا بهذا الأداء الجميل إبراهيم بن علي بن شطيط لوهيبي من يقدمها على صدارة هذا الشوط بهذه الانفرادة الجميلة. المركز الثاني روعة صالح بن محمد بن صالح العميري شواهين منصور بن علي بن قصم نكتبي أيضا القادمة بهذه التحديات الجميلة. ولكن مياسة على الصدارة مياسة على المقدمة وعلى المركز الأول تسيطر على زمام الأمور القادمة من ميدان الأبيض في ولاية المضيبي بهذا الانطلاق والأداء المميز. ها هي تشاهدونها مياسة إبراهيم بن علي بن شطيط لهيبي من يقدمها على صدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق المميز الجميل. والقادمة شواهين منصور بن علي بن قصم لقتبي وروعة لصالح بن محمد بن صالح الحميري. ولكن مياسة هي الأقرب للفوز. سلام برزمان سلام على هذا الأداء المميز لمياسة. تهانينا هاني المضيبي على هذا الفوز المميز مع مياسة إبراهيم بن علي بن شطيط لهيبي. تأتي شواهين منصور بن علي بن قصم نكتبي المركز الثالث روعة صالح بن محمد بن صالح الحميري. وشديدة من حلت على المركز الرابع هنا لعلي بن خليفة بن عبد الله الرميثي. وتأتينا العفريت مبارك بن راشد بن محمد بن سبت الخيري على المركز الخامس. هذه هي الخمسة المراكز الأولى. نعود مشاهدينا الكرام إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هذا الانطلاق وهذا الأداء الجميل وانطلاقتي وتحديات هذا الشوط ومجرياته. التوقيت الزمني مع مخرجنا هنا ولحظة الوصول للمراكز الثلاثة الأولى إلى خط النهاية. هنا معلنات الفوز والناموس بداية بمياسة من أعلنت الفوز والناموس هنا لإبراهيم بن علي بن شطيط لهيبي. هنا اللحظات ناخذ التوقيت الزمني ولحظة الوصول هذا الانطلاق وهذا الأداء المميز الجميل. هنا هذه الانطلاقة وهذا الأداء الجميل. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بأشواط هذا الصباح هنا على أرضية هذا الميدان.